اللي وقفهم هنا دول؟ خش ورا ورايا. بتهرب من الكمين؟ لا باشا. هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطس؟ باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله في السليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع البوكس، خد التوك توك ده في العربيه. ما حدش يبقى ايده على التوك توك، اللي عمال ايده عليها اللي احنا نعمل اول واكبر واضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الاوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد. ها طبعا، بس يا اخوانا واحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الاكل. الاكل يبرد ولا ايه يا موه؟ موه الكابوريا المخلية دي بقى مزاجها عندها عطط، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا حشليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي. هم 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 يا جامد. فتفتحها له بقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على المستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا ولية شرشوحة. احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا يا عطيان. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت، انا اللي غلطان يا بارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. اه بس عشان نتحاسب والعمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسن بيه. خير يا سياده اللواء. انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا. يلا
الحق يا محسن بيه، قبضينا على رأفت وخدوها القسم. ايه اللي حصل فيها تاني؟ ابوس ايدك، ابوس رجلك تساعدني. لو رأفت ما طلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بيه، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رأفت اللي شغال عند موجة النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه مظبوط؟ ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصل كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجة النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك حاكم. انت عارف استديو اصلها قدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد.